الاسم ديالي الفكرو الحسن، ساكن مدور شيخ فضل، انا ولد البلاد، 34 عام ديال السوق، وانا كنبيع ونشري هنا في السوق. فين ما كنبغي نديرو شي براكه، كنبغي ندير شي حاجه شي براكه باش نستروا فيها، كيجي الحسن المقدم تيقول لك انتوما راه معروفين، واحد الفئه غادي تستافدوا، وسيدنا الله ينصرو. عطانا المبادره، عطانا حوانت، ما شدينا ما استفدنا لا بحوانت لا والو. هاد الناس هاد المسؤولين هادو، عندك حسن المقدم وعندك القايد، كلهم الزناقه رجعوا حوانت هنايا. ما استفدنا ما والو، 34 عام ديال السوق اخويا فين غادي يمشي؟ انا ضحيه دابا الاخ ديالي، انا ضحيه لهذا البائع المتزول. الناس دابا كيحاربوا البائع المتزول، اذا دابا انا ما بقيت لا غنبيع لا نشري، انا ما بقيت لا كنبيع لا كنشري، 34 عام خي ديال السوق وانا كنبيع ونشري، ما استفدت ما والو. ملي كنمشي عند القايد ما شديت باركينغات، ما شديت حوانت، ما شديت ما شديت مبادره. ان لله وحسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم الى دايروا مزاره في هاد السوق هذا، ومزاره الاخ، اقسم بالله انا كنقول لك امام الملا، وسي عبد الوفي الله يجازيه بخير، سي محمد يعقوبي وسيدنا الله ينصرو اللي عطانا في هاد المبادره هذه، اقسم بالله العلي العظيم ان عندك حسن المقدم وعندك القيد، وداروا مزاره في هذا السوق هذا، داروا مزاره، اعتذاروا مزاره، زناقي زناقي زناقي، رجعوهم حوانت، زناقي كانوا زناقي، وصور جامع كيصلوا فيه، حيدوا الجامع ورجعوا حوانت، اقسم بالله العلي العظيم. انا راه ما استفدت ما استفدت، الا بغيت نمشي للحبس نمشي للحبس، ما عنديش المشكل. فهمتي انا تنقول امام الملك، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، بغيت انا نستفد اخي، انا محليبه راه عباد الله. 34 عام ديال السوق اخويا، ما استفدت ما والو. ما عطاوني والو. نهار تحيت انا قريب تحيت السوق، اش قال لي حسن المقدم والقايد، اش قالوا لي؟ قالوا لي انتم راه معروفين، غادي يحيد غادي نحيد البركه نحيد وكذا، وغتستافدوا انتم معنا، ما استفدنا ما والو. والله العظيم كاين اللي عنده ربعة حوانت ولا علاقه بالسوق، شو الحاله كي دايره دابا، تخنا عليك بالله العلي العظيم. ما بقيت لا كنبيع لا كنشري، انا ما بقيت، راه كنقول امام الملا، امام سي عبد، امام سي عبد الوفي البتيت، امام سي محمد يعقوبي، امام سي زين العدوي، الله يجازيهم بخير هاد الناس هادو. وكنطالب سي مولاي الحسن ذاك رئاسه النيابه العامه ياخذ معنا، ياخذ الاعتبار ديالي، ياخذ الحق ديالي من هاد المسؤولين هادو. انا راه ما استفدت ما والو، راه 34 عام ديال السوق ما استفدت ما والو. وكنطلب الله ومن سيدنا الله ينصرو، يشوف من الحال ديالي، رانا ولد البلاد، ولد البلاد والسوق، 34 عام اقسم بالله العلي العظيم، 34 عام ديال السوق وخرجت والو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الامين سوق صالحين الفخاره، خاص بالفخاره. الفخاره سيدي من جات القرعه، العيال تعدي من جات القرعه، العيال اربعه يحيدوهم. ما هادو عندهم محصيين، قالك اللجنه دابا عامين هذه هو كيدفع فيها على غبلاتي. أبلاش انا نصاوب لك شغلك، تا هاد لي واحد الشهر هذا مشيت لعندو قلت له سي واش انت نبقاو عامين هادي تابعينك، اش نبقاو تابعينك نجري وياك؟ قال لي كون هاني، قال لي تغلبت، انا غلبوني صافي يصلح عنك الله يعاونك. انا خصني هاد الناس نبلغ بهم تانا، ها القايد، القايد وراء الجمعيه هادو هما اللي كيبدرنوا السوق، بدرنوه صافي. السوق ولا ديال جدهم ماشي ديال الملك، هذه المشكله ديال هاد الناس ولا ديال جدهم، صافي كيديروا فيه كيما بغاو، اللي يعطيه يعطيه واللي ما بغاش يعطيه ما يعطيهوش، صافي بنادم ولا عندهم. انت كنتي مزيان رجعتي خايب، قساوهم بربعه، قساوهم بربعه، هذا كل شيء طلع، طلع من رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه حتى انا درت جمعيه الصناعه التقليديه ما حملهاش، قال لي بغيت تخرج لي على السوق. مشينا عند ذاك الباشا الاول، قال لي راه هذا السيد دار لنا الجمعيه وبغى يحط لنا السوق. قال لي ودي الجمعيه دي راه عليك ديال الصناعه التقليديه. قال لي لا، جاب لي شي صيانات هما معوجين معايا، هذوك هما اللي دارهم في ذراعو. مشينا قلت له ودي انا الجمعيه درتها. قال لي راه بغاو مسؤوليتهم هاد الناس اللي معاك طيانه. قلت له ودي اش غنقول لك؟ واش زرع مني يبغى يطحن كيتنقى؟ قال لي ايه. قلت له هذا الحجر خذوه انت، انا ما عندي ما ندير به، بنادم ما مزيانش ما نحطو في المواجهه. هذه الامين راه امانه، ماشي غادي اسمه شويه مشي خرجنا مع ذاك صوب الجمعيه ديالتي. تما ذاك رئيس الجمعيه بقى حاقر عليا، بقى معمرهم في العماله، ما عندهم حتى ذوق، العماله كيقميهم هو، كيقول لهم ودي انا كابر في السوق ماشي شغلكم، انا والقايد غادي نقادو هذا السوق، وقادوه داروا كما بغاو.
داروا داكشي اللي بغاو. انا ما قايل قلت لي فين جهه الجهه ديال الطيانه، قال لي هذيك الجهه الواجهه اللي تولى اللي تولى الجرده. من اسمه جينا هزينا القرعه ومشينا لقيناهم في الزناقه ديال جوج مترو، لقيناهم في الزناقه ديال جوج مترو وهي اللي دخلونا لبلاصه الخياطه، دخلونا لبلاصه الخياطه. انت اش هاد الشيء قال لك هو اللي عطى الله هو هذا. من جينا نسولو قال لك الارقام تبدلوا في الليل، دوك الارقام اللي كنا هزينا لقيناهم مبدلين الداخل. صافي صلاح ما عندي ما ندير انا، صافي الانسان ولا مغلوب مغلوب وتحزنا الامر الله سبحانه تبارك وتعالى. واش غنقول لكم انا كل الناس، هذاك القائد هو وهذاك رئيس الجمعيه، لا اله الا الله محمد رسول الله. المطالب ديالنا يعطيو لهاد العيالات اللي هما اسمهم محصيين، ماشي ما محصيين شو ولا انا كنطلبوا فيهم يعطيهم يزيدوا شي حاجه ولا شي حاجه، هي محصيه يعطيه ما محصيه. كاين ناس ما محصيينش ما عطاوهم، لاني ما عندي فيهم غلط. وين قال لي خرج واحد النموذج قال لك لا الراجل ما يستفادش هو ومراته. عندنا عيالات اكثر من 100 امراه مستفاده هي وراجلها، عندنا عيالات بالارقام ديالهم سمياتهم ومرته مستفادين. ودابا هاد العيالات عندنا حنا علاش مالهم؟ مالهم اش بيهم؟ علاش؟ هادشي كلشي دايروا رئيس الجمعيه والقايد تابعه من الاول، رئيس الجمعيه هو رئيس العصابه. صافي هادي الدار هادي ما داش، تصحاب العماله كيقول لهم ماشي شغلكم، انتم ماشي عارفين السوق بحالي انا. وصافي ورون السوق حتى حاجه ما حطها مقاده، حتى حاجه ما تحطت مقاده في السوق. دور في السوق وتلقى هذا نجار، هذا حداد، هذا كي يخيط وسط الحداده، دوز على الطيانه هذا طيان، هذا كيبيع الميكا. مو سي واحد غريبه دايرين. وديك الواجهه اللي خصو يتحطوا فيها الطيانه، العود اللي كيديروا صنادق الكلاب كرهنا وياكم، هذيك هما اللي حطوا تما في الواجهه. مع من تقول مع من دوي؟ مع من دوي؟ من دوي شكوى الله الله ينصر سيدنا. شنو نقول لكم انا؟ الله يعاونكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.